اوكي سلام عليكم شكشك، ان شاء الله خيرك رحمي هذا شو وقت تجربه اكسي ونحن ما بستوري على بالزين. اليوم يا شباب وتاكو محضرنا ما بصراحة ما أعرف عنه أي شيء، فقبل ما نبلش حط أحلى لايك، اشتركوا بالقناة واكتبوا لي تقييمكم من 10، شو رأيكم بالزي الجديد؟ صراحة لسه الدنيا حارة بس عجبني. هذا شتوي كثير يا أخي، شتوي شوف بس حلو، بس حلو مكتوب عليه بوليس، يعني صرت شرطي ضفدع. هذا شرطي شرطة الضفادع الله عليك. شوف وتاكو اللعبة هاي لحد الآن أنا ما أعرف كيف ألعبها، بس اللي عرفته إنه لازم نكسر هون صح؟ لازم نكسر هون مشان نجيب اغراض ونبني هذا الجسر اللي بودينا المنطقة الجاي. وين جسر؟ انا طالع عندي سهم هون على البيضة. هون هون لازم هون حومي، لازم نيجي ونبني. انا شريت بيضة، اوه طلع لي ثعلب مكتوب عليه رير، ايش اللي نبني؟ والله كفو، هون هون امشي وبتشوف شو بصير. يلا ولا 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 عم يبني جسر، ليتس جو. اوكي ما خلصناه صراحة، ما اعرف ليش عم مرقص. بس خلص الفكرة اتوقع صارت واضحة لكم يا شباب، انه لازم نبني الجسر ونوصل القلعة الجاية. هذيك قلعة ولا مدينة العاب يا ولد؟ مكتوب عليها فارم، فارم يعني مزرعة. أكثر من منطقة، يب مزرعة، منطقة المزرعة هاي. أوكي شوف أتاكو، أنا اشتريت قبل شوي بيضة وطلع لي فيها بت رير، بس ماني عارف من وين أجيبه. رير والله هذا حلو، أنا طلع لي كمان. آه بتخليه هيك تعمل له إكويب. طيب خلينا نشوف الحين، أنا بشتري بتين يا أتاكو، ممكن يطلع لي إبك يكون حظي أحلى. آه طلع لي إبك والله. أوه ماي جاد. كنت اطلع خصك ولا طلع لي كومن زيك يا اتاكو، بس خلاص البيك يعني في شيء اسطوره. اوه ضرب 4 يا حبيبي، ايه ليه ما يمديني اخليه؟ شكلي انا كبست على الكبسه خطا. يب لازم نكبس من هون يا شباب ونخلي هذا كمان. في نحط 3 يا اتاكو، اتوقع البتات راح يساعدونا نكسر ونحصل اكثر من هدول المربعات. واد والله رهيب اللعبة صراحة، الوانها اسطورية والله رهيبة. بسحب عليك لانه بالضربة واحدة عم اجيب انا 23، صار عندي 1400. والله كفو 1400 يا شباب، 1400 بلوك. اتاك عم يطير بالهواء الساحر، سبحان الله. سبعتك بتزيد اكثر منا، والله جاب اكثر مني كفو يا واد. فكرت حالي سابقك انا، كيف هيك؟ طيب ما بعرف، انا بوريك نستعمل مهارات الاوتو كليكر. ليتس جو. عرفت كيف انت انا جايبها. 1900 اتاك انت كمان تستعمل الاوتو كليكر يا واد. او ماي جاد، خلينا نشوف هون عم يطلع لنا يا شباب سهم يقول لنا روحوا هون. اوه فينا نطور المطرقة، اعطاني مطرقة كأنه اقوى. خلينا ناخذ هذول الجيمز، اعطاني اياهم كمان. شو المطرقة الجديدة؟ والله اسرع 57 انا عم اجمع، وكمان شكلها مصنوعة من حجر، هذيك كانت خشبية اتاكو، هذه راح تكون اقوى. كسر يعني حنجيب الدايموند. دايموند والله في مطرقة دايموند تمزح اتاكو. يعني شكله اتاكو يعني ماينكرافت فيه، فليش ما يكون فيه هون؟ الله عليك اتاكو، بس هاي مو ماينكرافت، هاي روبلوكس يا ولد. خلينا نكسر، ممكن يكون في مثلا مطرقة من ذهب او من لافا. يا واد والله تحمست. اوكي خلينا نروح على السريع نشوف لوين نوصل. انا بدي اوصل المزرعة يا واد، بعيدة ما عم اقدر اوصل. اه قديش يا ترى لازم يكون معنا؟ فيك تكبس رحامي اذا كبست بتقدر تبني اكثر. والله اوتاكو والله تمزح، خاف هو تبني نفس المسافة بس يصير اسرع يعني. معقول؟ بنشوف الحين. هذه مرة بحاول اوقف عند 10000 بلوكة مثل ما شايفين هون يا شباب. اذا راح اوقف على 10000 وراح اكبس زي ما حكى اوتاكو، المفروض اني اوصل للجنب الثاني. اوكي وقفنا على 10000، يلا اوتاكو دعيني. يلا تعال تعال رحومي روح. والله عم اوصل اكثر يا ولد، كنت راح اوصل. انا وانت بنفس المسافه وقفنا، الله عليك اوتاكو. طيب خلينا نشوف هذا ويل سبين، عندنا ويل مجاني ولا لا؟ يب في عندنا دائما بكل الالعاب لازم يكون في واحد مجاني. اوه ماي جاد شوف الافكت والله رهيب، عم تهتز الشاشه. شو هذا اعطاني عظمه اوتاكو؟ تعال خذ لك عظمه. لا شو اصدق. امزح امزح، ما اعرف ايش الفائده منها. اوه العظمه كانه تعطيها للبت تبعك توكله. خلينا نشوف يا اتوقع هيك يا اتاكو. في ريبرثات كمان مكتوب، بدك 3 عظمات كرافت ريكويرمنتس. اوكي لحتى تسوي كرافت للبت. اوكي اسحب عليها خلاص، خلينا نكمل يا شباب ونشوف ممكن يكون فتح لنا الحين. عندي ايوه ربي اتاكو كلامك صح. شوف المطرقه البيدي فيها دايموند بس لون بنفسجي. اوه والله عم تعطيني 103 يا واد، خلص انا 140 فتحت اللي بعده على طول. كفو اتاكو سحب علي راح يغلبني، بس هالمره 100% يا شباب راح نوصل المزرعه. اوكي بس بدنا نشوف خلف المزرعه ايش موجود. انا اسحب عليك اتاكو مع السلامه. لا رحومي تعال انطلق يا حبيبي، يا رب يكفي ود.
اوه ماي جاد قربت توصل حظ بيض. ليتس جو وصلنا المنطقه الجديده ويقول لي اختار جائزه تمزح معي. اي وصلنا انا وانت ايش تمزح معي. شوف راح اختار الخمسه ويل سبين ولا هذول. اوه دول كلهم جوني. اوكي كلهم جوني مع بعض. ليتس جو اوه ماي جاد. طيب خلينا بالبدايه نجيب المطرقه لانه تاكو ساحبها. ميت الف هون شكله لازم نرجع هناك. لا ما يمدينا يا اخي. كان تمزح معي. كان المفروض اشتري مطرقه نفس اللي عنده تاكو. حتى الويل سبين الفراد هذولاك اتوقع لازم نرجع هناك. ولا فينا نرجع من هون مكتوب اوبي؟ فينا على اليسار اكبس على ترافل رحومي وتقدر ترجع على المنطقه هذيك يمكن. اوه والله رجعت. كفو تاكو منيح انك حكيت لي. خلينا يا شباب بالبدايه ناخذ الويل سبين اللي اجانا. المفروض اجانا خمسه. الو ما في شيء ضحك علينا. علينا يا الله. اوكي خلاص انا بجي هون يا شباب. اهم شيء عندي انه اخذ في دايموند حق 30 بقدر اشتريها. راح اشتريها على طول وخليها اكوبت ونروح نرجع هناك. يلا يا ولد هون راح قبل ما اكس هون يا قدامك. يا ولد اعطاني 10 دايموند. اوكي yeah. احنا رجعنا مشي على فكره بالخطا اتاك بس منيح انت اعطانا كؤوس كثير. صار عندي 217 كاس. من وين فينا نشتري بكؤوس هون في من هون رحومي من هون. أوه. فيك تشتري بيوض والله غاليين 2600 oh ارخص واحد. اوكي اتاك خلينا نشتغل كسر. واه يا ولد تعطيني 1100 هذه المطرقه الجديده تبع الدايموند. او ماي جاد عن جد انه رهيبه. او ماي جاد وانا كنت ساحب عليها اتاك وحكالي بس انا ساحبت عليها. يا ولد بوصل 100000. شوف اتاك تعال تعال اصرف ال 100000 تبعك هون بتقوم بتجيك كؤوس وبتشتري بيضه. يلا يلا بسويها. بس شوف هاي الجزيره في فشي بالوسط ولا هاي هي الجزيره هيك قريبه؟ هذيك الجزيره زيها ذكي. وات ال 100000 تبعي ما وصلوني غير هالقد. يام او ماي جاد انضحك علينا. بس كمان اعطانا كثير كؤوس اتاك. اتوقع هلا يمديني اشتري بت واحد. نقول بسم الله ونشوف حظنا. يا رب يضرب حظنا. اعطاني كومن اوتاكو. يا الله خلاص بنخلي الكومن 18 يا واد اقوى من اللي عندي حاليا كلهم عن زيد. بخلي له اكوبت يا شباب ونرجع نكسر. اتوقع هون بدنا شي 10 مليون لحتى نوصل ذيك الجزيره لانه 100000 ما وصلتنا غير يمكن 5 بلوكات عن زيد. بس طلع صرنا نجيب كثير بسرعه عاليه ايزي. ولسه نحن على فكره مو شارين اول مطرقه بهاي الجزيره. هذاك سعرها اتوقع 599 اي 600000 المطرقه حقها. فاذا راح نجيب 600000 وناخذ هاي المطرقه راح تسهل حياتنا لانه حاليا مطرقه تبعنا الجزيره الماضيه اتاكو اكيد راح تكون سيئه هون. اكيد على فكره انا شايفك عم تضرب ايدك. وين المطرقه تبعك اتاكو؟ معي مطرقه مقلشه شكلها عندك. ما يطلع عندي والله شكلك يضحك. يود في جوائز كثير هون نحن ساحبين عليهم. والله باخذهم يا حبيبي. في ريبرثات على اليسار رحومي. اوه ماي جاد ريبرث حلو بهذا الماب والله. واد والله في اشياء كثير. اوكي خلينا ناخذ هذولي. هذول يا شباب راح يعطوني اشياء ما اعرف ايش هم بس خلنا ناخذهم. وين ريفرث اوتاكو؟ وين وين؟ اليسار جنب كلمه شوب يا رحومي. على اليسار هياتو. اوكي بس اخاف يروح كل شيء اشتغلت عليه يا اوتاكو. ما روح عندي الشغلات بس انت احتياطا روح امشي اعمل جسر واحد. لا الريبرث يقول لك ياخذ كؤوس. اوكي خليني اشتري يا شباب. الريبرث جدا رخيص راح اشتري مره واحده. اوكي مشان ما نضيع الكؤوس اللي عندنا. وبعدها سوي ريبرث. عملت ريبرث يا اتاكو. ليتس جو. سويت 3 ريبرث مع بعض. ليتس جو. خلينا نرجع البتات ما راحوا. يب الحمد لله انه ما راحوا. يلا بوخر هذا ونخلي هاي البقره بداله. هذول على فكره كلهم كومن اللي عندنا يا اتاكو. اتاكو الريبرث يا عبقري وخر ال او ماي جاد. شو وخر شو وخر؟ وخر البلوكات تبعي. كان المفروض انا كنت قريب على السكين. قلت لك امشي ما رديت علي. يا حتى لو ماشي. شوف المشي على فكره ما يوخر البلوكات. شايفين يا شباب هلا الحين انا بروح امشي البلوكات راح يوخروا بس اول ما راح تمشي بس بعدين يرجعوا. ركزوا هون رجعوا. اي والله وات يعني كان المفروض انه انا اشتري المطرقه قبل لا اسوي ريبرث بس اوتاكو ما كنت بعرف. اسف رحومي. جاهزين العيد اوتاكو مشان يسبقني. خلاص اوتاكو انا اوريك. والله ما كنت بعرف. ما كنت عم بلعب هاللعبه الخطيره. خلي الضمير ينبو المسكين. اصلا عادي راح اوصل 600000 اتوقع بسرعه. الحين نحن 400 وبعد الريبرث صرت اجيب شو اسمه البلوكات جدا سريع والكؤوس كمان اوتاكو. باوع تعرف ايش؟ راح اسوي ريبرث ثاني بس هذه مره بدي اشتري المطرقه. يب صار عندي 600. نروح نجيب المطرقه الاولى ونحط لها اكويبت ونساوي كم ريبرث يمديني اساوي؟ شكله يمديني اساوي 3. ليتس جو 3 والله صح. اوكي شوف المطرقه تبع هذه شو هاي؟ تبع شجرة. شجرة؟ واو تعطيني 7000 يا واد.
والله كثير. ليتس جو. راح اسوي حركه صراحه بما انه تاكو جنبي، راح اروح يا شباب احاول اجيب كؤوس قدر الامكان، اوكي، وكل مره اجيب فيها رؤوس رؤوس شو هي كؤوس راح اجمع تقريبا 10000 كاس، واصير اسوي فيهم فقط ريبرتات حرفيا. شوف الحين بتروح ابلش وي بنوصل هالمره 20%. يا اخي والله ما عم نوصل، خلاص كافي، نحن ما بدنا فيهم شيء، بس لحتى نسوي ريبرت. وتاكل مسكين كان مفكر انه يروح البلوكات يوم اللي يمشي هون. يضل فيك حرفيا، كل شوي تروح وتجمع كؤوس وتشتري اللي يعجبك يا حبيبي. شوف صرت جامع 10000 كاس، الحين بدي اشتري بيت واحد من دولي. لا والله غاليين 13000. خلاص بسوي هذه 10000 كل الريبرت. خلينا نشوف كم ريبرت. واو يا واد والله وصلت كثير ريبرتات. وتاكو عبرتك بكثير، انت شكل استراتيجيتك حتعبرني. انا عم بعمل استراتيجية انه بدي اجمع اقوى بكاكس من هاي المنطقة يا حبيبي. تمزح يا واد، شكلك راح تطول هون كثير. معناها في استراتيجية احسن انك تروح المنطقة اللي بعدها وتجمع منك بلوكات وتجي هون تشتري زي ما عملنا. والله انك ذكي، ما خطرت لي. ياب خلينا يا شباب نسوي ريبرت. اوكي راحن علينا، خلاص الريبرتات صاروا غاليين يا شباب. هذا اخر ريبرث راح اسويه، وبعدها لازم نبلش نفكر نروح الجزيره الجايه. حبيبي طولنا هون كثير اكثر من ذيك، تصدق انزل. شوف عم نجيب 10000 بالضربه وحده يا اوتاكو. الريبرثات والله فيهم فايده يعني، وانا عندي البكاكس اللي اقوى منها. ياب قايل لك الريبرث يا اخي احسن شيء. كمان في استراتيجيه انا ساحب عليها تبع البتات يا اوتاكو، نحن لسه عندنا بتات البيض تبع ذيك المنطقه. شوف صار عندي الحين 1,000,000، بروح اركض، ما راح اوصل انا اكيد للجزيره الجايه، بس على الاقل راح اصير اجمع كثير يا اوتاكو كؤوس لحتى اجيب بتة ولا بتين تبع 13000. يا اخي ذولاك اسطوريين راح يكونوا. عن جد رحومي، شوفي احزر شو لقيت في لك بلوكي وهن نحن ساحبين عليها. تعال وين وين اوه ماي جاد، شوفوني مختليها بمكان مشان ما اشوفها. اوكي خليني اشوفها. فكره استراتيجيتي شكلي بس بقى كفيه. ايش كان استراتيجيتك يا اخي؟ نسيت. تبع البكاكس. ياب انا هلا ياب رحت بالمصاري اللي جمعتها تبع البكاكس كلياتهم ما راحوا مني، فصرت العاب وجمعت 65000 كاس واشتريت واحد من البتات الخارقين. ايه تبع كم سعره؟ هذاك ال 65000 ياب. اوكي انا شريت هذا تبع 13 وفرحان والله، ضيعت الفرحه تبع تاك. يلا تبع ايمانه كثير قوي، بس 35 اونتو. يا الله ما راح اطول عليك لانه جاني 3 ويل سبين، يا رب يطلع لي فيها شيء منيح استفاد منه. او ماي جاد عم تهتز الشاشه، عم تهتز ود. اوه طلع لي ايش هذا؟ 1 اكس. فكرت شيء منيح، طلع لي 1 اكس فوزات، يعني فوزه واحده بس. ياب على الفاضي. طلع لي قطه. لا مو قطة، ايش هذا اسمه؟ بوب كات. ايش يعني بوب كات؟ الو بوب كات شو هذا؟ ما ادري، كانه طلع لي بيت، يا رب يكون منيح. الحين بشوفه، طلع لي مجوهرات. يا اخي والله حظي بيض. اوكي خلينا نشوف البيت اللي طلع لنا اللي هو بوب كات. قوته 31. نايس. اوكي باخر هذا اللي هون واجيب هذا. لك بلوكه ثانيه. او ماي جاد، في لك بلوكه هون. كيف ما عم نشوفهم يا واد؟ عن جد طلع لي عظمه، خده وتاكل. لا امزح امزح. او ماي جاد صار يجيني 20000 بسبب البتات. والله اوتاكو الريبرث مع البتات او بي صراحه لازم نسويه. يعني البيكاكس فكره منيحه انك تشتري اقوى بيكاكس، بس البتات مع الريبرث شوفي يا اخي تفزلك كل شوي. تعال شوف هون اوبي بنقدر نلعب هون، بيعطينا شغلات. هذا باركور اتوقع يعطيك مثلا سرعه لمده دقيقتين او اكس 2. اركض يا واد، انا وتاكو سبقاك. العفو يا واد، وقف. طحت يا اخي. او ماي جاد يا ذكي، وتاكو عبرني يا حرام. عبرت انا قدام. الله عليك. اوكي انا انسحب علي يا شباب، انسحب علي يا رب وتاكو ما يفوز. انتظر شوي. لا شكلي بطيح، شكلي بطيح. لا طحيت يا الله، طيح حاله عمدا يا واد. والله بعيد وتاكو. وال فكرت بعيد يا اخي، فكرته قريب الباركور. يعني انت كان واصل الاخير ولا ايه؟ عند البيضه، في بيضه بتطيح رعبتني وقعت. انتبه تطيح عندها. شفت شيء يتحرك شكله اتاكم يا ود. والله صعب. ايش هذا؟ والله بطلع انا نضحك علينا حرفيا، مسح فينا الارض. خلاص نرجع بنكسر مكعبات افضل بكثير يا ود. عندي 4,500,000 اتاكم. 4,500,000 المفروض كانوا يعبرونا من هون. انا شو حكيت لك بالبدايه؟ 10,000,000 صح؟ 10,000,000 ياب. والله شكله ما راح يكونوا كافيين يا حبيبي. اوه ماي جاد والله غالي. 25,000,000 او 30. والله كيف يا حبيبي انت جبت هذه تبع 65,000 فوز يا اخي؟ والله انك لانه كنت مجمع 5,000,000 وضليتني العب فيهم.
اوكي شوف حظي يا اخي كله يطلع لي كومن. طيب تقريبا صار عندي حق البيكاكس الجاي، ايش تنصحني اشتري ولا لا اوتاكو؟ اكيد شتري. انت بس تشتري ما بتروح المصاري من عندك يا زكي. لا يوم اللي تشتري روحوا يا عبقري. هلا اشتريت وما راح، اكثر من مره اشتريت وما راحوا. ياب والله اوكي خليني اشتري، والله لو كنت عارف كان اشتريت من البدايه. اي وربي ما راحوا يا حرام، كنت انا كنت افكر اوتاكو يضيع المكعبات تبعه كل مره يشتري بس ما يروح وطلعوا. او ماي جاد معلوماتي بيض، لازم احسن معلوماتي. شوف كم صار يعطيني 25000 بالضربه، زودني 5000. انا 30. او ماي جاد اوتاكو اكثر مني كيف بسبب هذا؟ لانه عامل ريبرتات اكثر منك، جمعت 60000 كاس وعملت فين ريبرتات. وال عامل ريبرتات ب 60000 وانا فرحان عامل لي كم ريبرت، فكرت حالي انا متفوق عليه بالريبرتات. بس برايك يعني تسوى انه خمسه زياده اكثر مني؟ انا اشوفها ما تسوى صراحه. يعني خمسه بالضربه يعني بالثانيه الواحده بجيب يمكن ابو 50000 اكثر منك بالثانيه الواحده. قول يا الله اتاك، قول يا الله، اصلا بالثانيه الواحده نضرب نحن 3 ضربات بس. ما بعرف صار عندي 10 مليون، خليني راح اشوف يا شباب. انا بالبدايه حكيت 10 مليون ان شاء الله يكونوا كافيين، ما اتوقع اكيد مو كافيين بس حيجيبوا لك كثير كؤوس وحتقدر تشتري شو من هذول البتات الاوايا. صراحه مو كثير، جابوا لي 11000 بس. لزقوا صار عندي حق المطرقه تبع 14000. اوكي 14 مليون يا زكي. الو انا اشتريت تبع 9000 الحين. احيانا الارقام ما تكون صحيحه. اوكي ممكن ممكن اذا وصل 15 فيني اشتري تبع 14. يب الحين صار فيني اشتريها، طلع لي ستار. وانا كمان ليتس جو. كم عندك اوتاكو؟ انا هلا الكسره الواحده بتجيب لي 35000 يا رحومي. انا 28 والله 7000 عم يجيب اكثر مني بالضربه الواحده. ليتس جو اوتاكو الله عليك. بس انا اتوقع الحين صار يمديني اعبر الجزيره الجايه لانه عندي 16 راح يصير 17 مليون. انا بوقف عند ال 20 يا شباب، 20 مليون وراح احاول اعبر هاي الجزيره، بدي اروح الجزيره بعدها على طول. صار عندي 20 مليون ليتس جو، مع السلامه اوتاكو. يلا ادري تعدك نفس الرقم لانه كبست هون وشفت عندك نفس الشيء. تعال يلا تعال تماما. او ماي جاد ما وصلت ما وصلت. انت راح توصل ولا لا؟ ما ضل غير يمكن اذا 30 مليون بنوصل 100% رحومي. او ماي جاد والله كثير يا اوتاكو كثير. اوكي بس بدي اشتري بيت هذا مره واحده يا شباب، عم يجيني كثير كؤوس فراح امشي هون يمكن شي 3 مرات 4 5 بحاول اجيب بيت هذاك اللي جابه اوتاك تبع 65000. كم مره شريت انت تبع 65000؟ مره واحده؟ مره واحده جبت من تبع ال 65000 ومره من ابو 13000 حكيت خلص. اذا طلع لي ايبك ولا شيء او ماي جاد كومن، اذا طلع لي فشي منيح ممكن نلحق باوتاكو يا شباب. يو هذا يعطيك 30 يا اخي، شو هالبيض؟ او ماي جاد اوتاكو بس صار يعطيني 32 بالضربه. كم انت كنت؟ 35 صح؟ هلا صرت 37 رحومي. واو كيف عم تزود يا اخي بالريبر؟ لانه جبت هذا اللي حقه 21 مليون الهمر. اوكي فيني اجيبه، منيح انك حكيت لي والله اني ناسيه. نسيان الذكي. كيف شكله بالله؟ او ماي جاد عباره عن كتب، كتب تبع السحر يا واد. شو هذا سلاح العلم؟ تعال اضربك بالعلم على راسك. لا 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 اكثر شيء موزع. شايف؟ والله لو ارجع بالزمن لورا لو فيني اخترع ماكينه تدخل الكتاب براسك هيك تضربك على راسك بالكتاب وتجي. او ماي جاد حيخترعوها بالمستقبل اكيد. والله اول شيء اضرب راسي فيه هو كتاب العلوم لانه اكثر ماده كان زعجتني صراحه. وكنت راح اوصل شوي. او ماي جاد ايش صار معك انت؟ كم مليون؟ 24 مليون. ممكن كلامك صح تبع 30 مليون. بجيب يا شباب واحد ثاني من تبع 65 وصير عابر اوتاكو وصير جاب اثنين. انت طلع لك فيه كومن صح؟ انا اشيك لك رحومي طلع لي فيه رير رحومي انا. والله ضرب حظه يا اخي الرير هون. اتوقع رح يعطيك كثير، انا كله كومن عم يطلع لي. ليتس جو افتح لي بيكاكس الجديد، باقي بيكاكس واحد بهاي المنطقه ونختمها. هذا الاخير ابو 37. يب 37 بس شوي صعب نجيب. على فكره اتاكل في كودات وهذا ما ممكن، لان خليهم يعطونا اشياء ببعث لك اياهم في الديسكورد وخلينا. اوكي يا شباب خليناهم. صراحة واحد اعطانا جوهر والثاني اعطانا الدايس هذيك تبع الحظ اللي ترميهم. ايش اسمهم اوتاكو؟ النرود. النرود الله عليك. ما بعرف صراحة ايش نستفاد منهم بس نستعملهم ان شاء الله المنطقة الجاية. الحين انا كل تفكيري صراحة انه اوصل ذيك المنطقة كأنه منطقة العسل او هيك شيء. يود فيها عسل والله انه منظره كثير حلو يا اخي مبين. والله منظره بيشهي، بدي اروح اكل. خلينا يا شباب نجمع 40 مليون لانه 30 ما كفوا صراحه، حاولنا بالكواليس نروح وما ضبطت معانا، فبدنا 40 مليون يا اوتاكو. يلا على الاقل يا شباب راح نجيب الهامر تبع هاي المنطقه اخر واحد فيهم، خلينا نشوف شكله.
كمان جوهرة، بس هالمرة جوهرة لونها بربل. اوكي بنفسجي 39,000 بنفسجي. الله عليك 39,000 بالضربة الوحدة. فكرة انت قريب مني. 40 اتوقع راح يكونوا كافية وتاكو صح للعبوة؟ ياب اكيد كافية لانه انا معي رحومي 42,000 بالضربة، وهلأ بتوقع انه فينا نروح. انا والله ما ضيع عندي صبر، بسحب عليك يا وتاكو. بس شوف نحن تأخرنا هذه الفترة كلها بالمنطقة الثانية، المنطقة الثالثة كيف صراحة؟ الله علينا الله علينا. بس هاي المنطقة راح تكون هدف هذا المقطع. إذا حبيتوا الماب اكتبوا لنا بالتعليقات، نسوي عليه جزء ثاني بالقناة الثانية طالعة قدامكم على الشاشة، روحوا اشتركوا فيها. ممكن أعمل الجزء الثاني لحالي بدون وتاكو، فكتبوا لنا كمان بالتعليقات. أنا صراحة حبيته يا ود. منطقة اليابان وتاكو تبعك، هذه منطقتك. منطقة ايش سويت انا؟ او ماي جاد 55. واو والله سريع. هاي المسافة الصغيرة اعطاني فيها 55. تمزح 55,000 كأس. اوكي والله رهيب. عندي فكرة. اوكي خلينا نجمع شوي كؤوس، وراح اروح افتح من البتات الغالية تبع المنطقة السابقة. شو رايك وتاكو؟ المنطقة السابقة ليش حتى ما تفتح بيت من هذا القوي اللي هون؟ 4 مليون وتاكو بالله عليك. لا 98,000 هذا رخيص. اوكي بفتح واحد هون نشوف حظنا. اذا طلع لنا فشي رير، اوكي طلع لنا رير. اوكي كنت بدي احكي اذا طلع رير بكمل هون، فطلع لنا رير. اوكي خلينا نشوف قوته. 43 وتاكو 43. والله انه قوي، اقوى من اقوى واحد رير بهذيك المنطقة. شوف انت كم عندك، كم عندك اقوى واحد؟ الرير اللي هناك 35، هذا 43. وات، انا عندي السيئين الكومن يعطوا 33. جد؟ والله انت شكله الرير تبعك بيض. اوكي خلينا نشوف المطارق اللي بهاي المنطقة. 56 مليون، اوف في واحد ب 700. او ماي جاد اخذت اول مطرقة بهاي المنطقة، نشوف شكلها ود. او ماي جاد اسوأ وحدة حرفيا، بس فيها دايموند صغيرة حجرية. تاكو رجعنا على الحجر والخشب. رجعنا للقصر الحجري. قديش بالضربة عندك؟ انا 79، انت كم؟ انا 57. لا انت احسن هلا. 57 والله بتقدم عليك. اوكي الحمد لله عبرناها. بس عم افكر انه اسوي ريبرث بصراحه، عم افكر بجديه لانه صار لي فتره طويله ما مسوي. بس راح اخسر هاي 63 مليون كلهم، راح اخسرهم يا اخي. تخيل مو فكره منيحه يا رحومي هلا. لا فكره منيحه امتى؟ اذا انا جمعت مثلا 500,000 كاس وعملت فيهم كلهم ريبرث، راح تكون فكره منيحه صراحه. والله فكره ذكيه صح. تعرف ايش راح اسوي؟ ليتس جو، راح اسويها في الكواليس اللي ممكن تاخذ وقت. شوف قديش اعطاني 85,000. او ماي جاد صرت اجيب 103,000 يا رحومي. شو سويت؟ فتحت لك سبن عم اعطاني بت في قوته 40. لك سبن انا فتحته بالبدايه، لو فاتحه yeah. كان اعطاني بت منيح. او ماي جاد شكله يعطيك بت بالمنطقه اللي انت فيها. يمكن والله. رحومي تعال تعال قبل ما تروح تعال. لا رحيت. ايش فيه وتاكو؟ ايش في منطقه نحن ساحبين عليها؟ شو هاي بنقدر نطور حالنا فيها؟ يا هاي العرب انا شفتها بالبدايه بس ماني عارف. يقول لك افتح باثنين مجوهر، انا عندي 20 مجوهر راح افتح. ادفع كل مجوهراتك هون بقوم بيعطيك قدرات، كل قدره من هدول بتعطيك شغله معينه، مثلا وحده بتسرعك السبيد وهيك. انت الو ما عم يزيد شيء، صرت صرف عندي 8 مجوهرات. انا صرفتهم كلهم وزاد أوكي. الرقم اللي فوق 1.5% صار يعني 6% عندي صرفت كل شيء. يعني هاي هلا انت كل شيء صار عندك اقوى ب 6% رحم من العاده. يلا فكر شيء مهم. على فكره صار عندي 400,000 تقريبا، 400,000 كاس قربت على 500 يا شباب لحتى نعمل الريبرثات الخرافيه. او ماي جاد والله تصدق بجيب اكثر من 500 لانه بسهوله عم اجيب الكؤوس. وكمان بدي اوصل 115 لحتى ناخذ المطرقه اللي بعدها، لانه راح يكون بعدين ممكن صعب اوصل لل 80,000. انا الحين اي والله فما بدنا نضيعهم هيك بدون فايده. حوصل 100 مليون بلوك يا ود والله صعب. اوكي وصلنا. كم باقي لي؟ باقي لي كانه 15 مليون لحتى اجيب المطرقه اللي بعدها. بس ان شاء الله انا جبت اللي بعدها. او ماي جاد انت عندك 103,000 بالضربه يا اخي، انا لسه بعدني بثمانينات 79 حتى مو 80. بس شوف وتاكو، شوف اذا راح اجيب المطرقه وراح اعمل ريبرثات صدقني راح اعبرك بكثير، راح تحلم توصل عندي. لنشوف. يلا بنشوف. والله انا حب التحدي واد.
ليتس جو بجيب المطرقة تاك. الله عليك. عندي 1,200,000 فوزة، بس كمان احسهم مو كافيين لانه صعب بعدين راح يصير اجيب الفوزات خصوصا بعد ريبر، فاتوقع اوصل 1,000,000 كافي. 1,000,000 اتاك وش تقول؟ 1,000,000 اسمع، اذا وصلت 1,000,000 بكون ضال لك نقطة وتشتري شو اسمه هذا البت الخارق. يب 1,400,000 بس الريبرثات راح يعطوني اكثر من البت الخارق. خلينا نشوف. اي والله خلينا نشوف، انا بغامر صراحه وتاكو. انت اشتري البت وانا اسوي ريبرثات ونشوف مين اللي راح يغلب بالاول. اوكي اوكي، هذا فكره رهيبه. اللي وصل المرحله الجايه ذيك تبع اليابان هو اللي يفوز التحدي. ليتس جو. 3,000,000 وتاكو صراحه عبرت 1,000,000، جبت 3 والحين ببلش اسوي قبل لا ابلش. قبل لا ابلش بدنا نشوف. اوه لا بدنا كثير لحتى نجيب الطرق الجاي. خلاص بس صير اسوي ريبرث بعد 3 2 1. لا شو بدك يعني اشتري بيض؟ معقول اوتاكو؟ منيح انك ما اشتريت، انا انضحك علي. تمزح، شريت بيض؟ يب طلع كثير سيء. انا ما اسمعك، وقف شوي خليني اكمل ريبيرث وبعدين نتكلم. يود وصار ريبيرث واحد حقه 100,000. او ماي جاد اوف والله غالي. خلاص وقفنا يا شباب، ما ظل عندي كثير كؤوس، الريبيرثات صارت جدا غاليه. اوتاكو احكي لي ايش صار معك؟ انا اشتريت بيت وطلع بس بيعطيني 55 قوة. تاكو في جليتش، في جليتش. عندي 0 بلوكات وعم اوصل 10%. يا واد اوه ماي جاد، هذا جليتش يا تاكو. اوه ماي جاد، لانك هلا دغري بلشت ورا ما جبتهم. او ممكن انا صرت قوي جدا بسبب الريبرس، صار يخليني امشي بدون بلوكات. اوه والله فكرة حلوة، معناته بتعرف شكلي بعمل زيك اذا هيك. لا 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 تاكو لا، انا غالب. ما في قصم، ما في كيود، انا خلص صرت غالبك وراح اصير نص مليون. اوكي بسوي يا شباب هذا النص مليون الحين، كمان بسوي كم ريبرث واوقف خلاص. لا بس واحد بدي، بس يا اخي والله انه طماع، البشر طماع يا اخي عن جد. خلاص هذا اخر ريبرث اليوم وراح نبلش نشوف. اوه ماي جاد، حزر قديش بنزيد؟ كم بزيد بالضربه؟ لا تقول لي 429,000. يا اخي هذا الانسان والله حقود يا اخي، تغير مو بس حقود. كيف حقود؟ كيف؟ ليش سويت خطتي؟ كيف جات؟ معك يعني معي المصاري، ليش لحتى ما أعمل؟ سويت ريبر صح؟ يب. طيب انت كنت توك شاري بيت، ليش تجرب اثنينهم؟ احنا حكينا كل واحد يجرب حاجة. او ماي جاد. ايه بس خلص يعني، ما هلأ صار معي فلوس زايدة، شو اعمل فيه؟ اضلني صافي؟ طيب ما سألتني انا كم اجيب، انا كم اجيب؟ 342، لانك عملت خطتي، لانك عملت خطتي فغلبتني. دبست الخطتين مع بعض لانه. اوه ماي جاد والله ورع، انا كمان بصير ادمج خطتي. يا اخي ما يصير كذي، يا اخي ما يصير كذي. اكذي شو؟ كذي كذي مع كذي سوينا لغة جديدة. طيب يا شباب بما انه اوتاكو جرب الريبيرث وجرب البتات فاتوقع هذا غير عدل، فانا راح العب اللعبه اللي ما يحبها اوتاكو، فلوس البابا. خلنا نشوف في بت واحد بفلوس البابا صح؟ بس هذا صح؟ هذا بشتري هذا يا شباب بفلوس البابا ونشوف حظنا، ممكن يطلع لنا اقوى واحد، ممكن اسوء واحد. اتوقع راح يطلع لي الاخضر اللي هو اسوء واحد، نسبه انه يطلع 45%. اوكي طلع لي الاحمر شوي احسن منه الحمد لله. خلينا نخلي يا شباب طيب. يعطيك يا طويل العمر يا ود والله بيض، يعطيك 32 32 بس. ايه بس يا اخي والله صرفت عليه 140. والله سيء، والله نصابين جدا سيء، والله نصابين يا ود. صرفت عليه ايش قد؟ والله ايش قد؟ خلينا نشوف يا شباب. 140 روبوكس. اوكي اوه ماي جاد. لا لا امزح امزح، المابات اللي زي هيك ينصبوا صراحه ما احب اصرف فيهم، فأصلا لو بيدي أرجع ذولاك 140 كان رجعتهم. أوه في لاكي بلوك هون ونحن مو منتبهين. ليتس جو. أعطاني 15 مجوهرة. أوكي خليني أصرفهم على هذا المكان الغبي اللي قبل شوي صرف. إيه إيش هاي؟ أعطاني مجوهرات بس نوع تاني يختلف. أوكي. هاي شو فقدت طب المجوهرات اللي أعطاك إياها يا ترى؟ وأنا خلي ألقاهم بالبداية ما بعرف وين هم أصلا. أوه ماي جاد أوتاكو احذر شو. يلعبوا النصب يا ود والله نصابين. شريت واحد من هاي البتات الرخيصة. اوكي طيب. هذول اللي حقهم 98,000 كاس. أوكي. وطلع لي بت 37 اقوى من اللي شريته ب 140 روبوكس. او ماي جاد النصب والاحتيال، نصابين يا اخي. او ماي جاد شوف خليت هون اكو بيست واعطاني هذا اللي طلع لي هون يا اخي. او ماي جاد خلص يا شباب انا ببطل اشتري بتات، خلينا نركز انه احنا نوصل الاخير. تعرف ايش
قبل شوي كان عندنا فرصة نوصل أكثر قبل نسوي ريبرتين، كان عندنا 112,000 بلوك، الحين عندي 70,000 فقط. أقصد 112 مليون. مليون يا زكي أصبعك. أوه ماي جاد، والله عقلي بطل يشتغل، والله صعب يا واد. كل هدول أوصل بس يمكن 10%، حتى ما عم نوصل 20. أوه طلع لي رير، ليتس جو. الله يا رب يكون جدا منيح. آه اوكي طالع لي انا واحد زيه قبل يعطيك 43%، نايس. صارت 390,000 بالضربة. انت كم وتاكو؟ انا جبت البكاكس تبع ال 400 مليون، فهلا صار معي 469,000 يا رحمه. 400 مليون بس، انا شايفك عندك 300، مو 400، 350 عفوا. واد والله انا احلم اوصل لك. تدري انت ممكن توصل لذيك الجزيره قبلي لانك ما عملت صعب كتير يا اخي. طيب انت عملت ريبرت ليش هيك بسرعه صعدت؟ الو انا ما عملت كثير ريبرتات على فكره، لا ما اشتريت شيء، بس يمكن الشغلات اللي طلعت لي بالعجلة الحظ، لانه كان عندي ثلاثه وفتحتهم بدون ما اقرا، فيمكن واحد منهم بيعطيني اكس 2 او هيك شيء. اه يعطيك اكس 2 بلوكات، والله صدق. اوقف خليني اشوف الشوب، في شيء عندي واحد اللي هو انكريس، ها هذا يزود حظك بالفتح تبع. كان المفروض صراحه اخذه يوم اللي شريت ذيك البت تبع الروبوكس 140، بس فيني اشتري اكس 2 بلوكات. هذول كلهم تبع بتات، الوحيدة اللي هي هذه تعطيك فوزات اكس 2، انا حاليا ما بدي فوزات فاسحب عليهم يا اخي. اللي بدي اياها انا هون، اوكي فكرت مع البوشن موجودة هون يا شباب، حكها 300 صراحة راح اشتريها، بس وتالكو راح اغلبك بكثير، انت اصلا متقدم علي بكثير فراح اشتريها يا شباب. خلينا نشوف الحين المفروض البلوكات يجوني اكس 2، كم عم يجيني؟ صرت اسرع. عم اضرب ضربتين مع بعض، 390 نفسه. نفسه 390، بس صرت جدا سريع وتاكل. والله طيارة 160 عم بتصير سريع، اسرع مني بكثير. ايه انت شايفني الحين عم مرقص صح؟ شكلي ضحك يا اخي. اوكي انا فكرت راح يزود بالضربة، راح يزود مثلا يصير عندي 700,000 بالضربة، بس لا خلاني اسرع خصوصا مع الاوتو كليكر يا حبيبي. واد وصلنا 200 مليون اتوقع. او ماي جاد اعطاني ولا لسه؟ لا لسه بدي شوي لحتى اخذ المطرقة اللي بعدها. اوكي خلنا ناخذ المطرقة يا شباب، والله بطلعك يا اوتاكو ايزي. شوف 405 عم يجيني، والله طيارة رحوني. خلنا نشوف اوتاكو كم عنده 500، طالع هون يا شباب 570 مليون، انا حاليا عندي 240 مليون. دير بالك يا اوتاكو، شوف خلينا نوقف جنبك. دقايق راح تكون عندك اكثر مني بكثير. شوف فرق السرعة بيني وبين اوتاكو، اوتاكو كم هو بطيء وانا كم سريع يا حبيبي. او ماي جاد وصلت نصك يا اوتاكو، عندي 300 مليون، انت عندك 600، ليتس جو. والله طيارة رقمي طيارة. بجيبك اذا قعد 5 دقائق ممكن اعبرك على فكرة. جبت المطرقة اللي بعده يا شباب، شوفوا على الشكل ايش بطيخ، ليتس جو. بتحب البطيخ رقمي؟ اكيد يا حبيبي اكلتي المفضلة. شوف السرعة يا حبيبي، او ماي جاد اوتاكو عنده 700، غلبني بس رحت جبت مطرقة غلبني. حرفيا دقيقة واحدة. بدي شغل على فكرة، انا عندي 400 لسه ما جربت اوصل للمنطقة الجاية، تصدق ممكن نقدر نوصل هالحين؟ تخيل. خلينا نجرب، تعال 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 تعال، انت عندك يلا زاي معاك. اتوقع اتاكو ممكن يوصل، انا لا انا النصف مستحيل يا اخي. والله بوصل كوت، اتاكو راح يوصل. لا بدي كمان، بدي يمكن بليون حومي. الحمد لله ما وصل، كان جاب التحدي خلاص كان نهايته. صار يبني الحين اجيب الهمر اللي بعده. اوكي خلينا نجيب يا شباب 500، ليتس جو. نشوف هذا ايش هذا شكله، وين شكله؟ الو وشكله فيه ذهب حجرة، عم يعطيني 400 439، بس انا اكيد والله سريع قربت مني يا رحومي، بس انت ضعف السرعة يعني. او ماي جاد حرفيا حتوصل لي، انا اسرع منك. عندك 800 مليون اوتاكو، او ماي جاد والله كثير. وصلت 700 اوتاكو 900، والله غالبني اوتاكو حتى بعد ما شريت الاكس 2، ايش هذا؟ لا بس يا رحومي حتوصل حرفيا، لانه زمان كان الفرق بيناتنا 500 مليون وهلا بس 200 مليون. والله اوتاكو داعس وما يرضى يوقف، انا رحت تحركت ورجعت اوتاكو لسه عم يشتغل. ضيعت وقت صراحه كنت العب انا حبيبي، معرقين شوف كله مشان التحدي. خلاص اوتاكو انت فايز، انت فايز، روح جرب. لا مو فايز، لا روح جرب، روح روح جرب. رايح اجرب بس شكلك عم تضحك علي صح؟ اكيد عم اضحك عليك. والله وقع بالفخ، الله عليك اوتاكو. خيل اوصل اقول لك لا 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 نقطة بوصل مسكين، شفته وقف على خير، بس انا بعبرك اوتاكو. لا والله لسه اوتاكو متغلب علي، فرق بيناتنا اقل من 100 مليون يا ساتر. راح ورجع وانا لسه ما وصلته. او ماي جاد اوتاكو
اوه في مطرقه يا اخي كان المفروض اني اجيبها انا. هلا زبته كمان شفت تاكو راح هيك يلا تذكرت انا يا حرام. اوه تاكو وصل مليار وال مليون شو مليار مليون مليار. هو مليار نفس الرقم مليون بالانجليزي مليار بالعربي. اوكي انا عقلي ضرب. كم يجيك بالضربه؟ كم يجيك اوتاكو بالضربه؟ 525000. انا 455 والله انت اكثر مني. اوكي بجيب المطرقه الاخيره ولا المطرقه الاخيره لسه بدها شغل؟ 990 مليون يا يعني. اوكي بجيبها يا شباب بجيب المطرقه الاخيره مليار. ليتس جو بجيب المطرقه. هي المطرقه الاخيره حقها مليار بوينت 2 شو اسمه. في واحده بعدها. اي والله يا علينا. انا فكرت الاخيره شو هي شكلها. والله شكلها طابه ازاز فيها رسمه هيك غريبه يا اخي زي كانه بوشن فيها يا رحوم. يا والله عليك تاكو 100% الحين يقدر يروح يخلص المرحله هذه بس هو هيك. لا انا كنت شغله رحومي لا بالمناطق الماضيه لازم تجيب البكاكس الاخير لحتى تقدر تروح على المنطقه الثانيه. مستحيل يا يعني 1.2 100% تقدر تعبر. اوكي الله عليك. بدي استغل حاجه ما بدي احكيها لانه اكيد راح يسويها قبلي اذا حكيت. طيب اوه انا وانت وصلنا 1.1 بنفس الوقت يا تاكو. او ماي جاد الله يستر. معناها بلشت عبرك بلشت عبرك يا الله يستر. والله شكله عرف الشغله اللي بدي اسويها بس ما بعرف بلا ما بدي احكيها انا ما بدي يا شباب احكيها وبوعدك ما اعملها. لا بتعملها. ذيك المره حكيت لك على الخطه تبع الريبرث والبتات وراح سويتهم مع بعض بس ما كان واحد ويري لانك ويري. اوه وصلنا. الخطه انه انا ما بشتري يا شباب. هي نسيت اكبس. وانا وصلني ممكن يعبرني ممكن يعبرني يا شباب. لو نسيت اكبس خليني ارجع هالمره اكبس. هالمره راح اكبس. ما حتوصل ما حتوصل لانك لا ما فتحت البكاك. اي وربي ما عم اوصل. يا زكي وات. لا تاك راح يغلبني هيك. يا تعال افتح بسرعه بسرعه كسر. ايش اللي افتح؟ خلاص انا خسرت رحت فيها. جي جي انا لسه ما عم بوصل صار لي ساعه اضرب. وات ما شفتك تحركت من مكانك. الو تحركت لما اطلع اشيك اذا فيني اجيبه وطلع ما فيني. اوكي لان الارقام نفس ما حكيت لك ما يكونوا عدل بالضبط. ياب. معناها لسه في امل يا شباب لانه انا اسرع منه بالتكسير. يا رب يا رب يا رب. لا يلا يا اخي بتحي يا همر. ليتس جو. جبت المطرقه هذه. اضرب شوي. انا ماشي والله. هو تكنيكر. يا رب اوصل قبله. يا رب وصل خلفي بجزء من الثاني. يا الله فزنا يا شباب. انا فزت صراحه بفلوس البابا بس كفو تاك كفو كنت راح تفوز عليه. اوكي يا شباب كتبوا لنا بالتعليقات اذا حابين انزل المقطع لاخ ان هذا ما بصراحه انا كلش حابه بس اذا اشوف تفاعل منكم بالتعليقات اسطوري بنزل الفيديو لحالي او ممكن مع تاكو على القناه الثانيه. روحوا اشتركوا فيها وبس اشوفكم في فيديو جديد. باي 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 باي.